Sen anlat Karadeniz. شايفه أكيد طلع على الجبل وأخذ فيدات معه، رايح لعنده. وصلنا على آخر موقف على القبر فيدات بيك، نزيل يلا. وين آسية؟ لو كنت رح طوصني قدام مرتك كان فيها كتير بطولة. هات الكريك والأزمة ويلا لشوف قدامي. لا كتير تتعب لي حالك، صحتك رح تلزمك. تحرك. قررت تقتلني اليوم مصطفى؟ يعني اتخذت قرارك بالأخير؟ ايه؟ ممتاز. أصحك تعملها يا أخي، من شان الله يا مصطفى لا تعملها. إلنا ذكريات كتير حلوة بهالبيت مو مصطفى؟ ليك لألك، تعرف حالك بعد شوي رح تموت، فبلاهن هالمقدمات والفزلكات والحكي الفاضي تبعك، مو وقتن هلأ. جيب هالصندوق. لشو بدي جيبه؟ مشان آسية، هذا نفسه الصندوق اللي حطيت مرتي فيه، هلا حيصير تابوتك. كنت بدفنك بلا تابوت، بس بصراحة التراب بيتوسخ فيك. يلا. يعني اجى الوقت وقويت قلبك مصطفى، وقرارك هذا معناته انك مصر تربي ابنك اللي جايكن وانت مسجون مدة طويلة. ايه فيدات، ايه حجازف. يلا ما تحرك لسانك، حرك لي ايديك. فيك تفكر باللي قلته اذا بدك. فيدات خلص، انا ما رح استناك للمساء، بوصك وبتركك. ها تعملها؟ طيب ليش؟ انت قوصت اخوك اللي انقذ لك مرتك وابنك وحملهم على ظهره من الجبل، اللي مثلك بشو عم بتهمني؟ فضولي صار كبير. فيدات خلص، حفير وسكر تمك. صدقني بغير رايي وبقوصك بارضك، ومليان دياب وطباع بهالقرنه. طلع عم تحكي وراح اترك لهم جثه مرميه مشان ياكلوها. مو هذا الجواب على سؤالي. أكيد هلأ عم بتفكر قديش رح يحكموك، مو هيك؟ هي ما لخناقة أو خلاف عادي. ما فيك أبداً تقول والله الزلمة سبني وغلط معي وعصبت منه بعد اللي عمله وقوصته دغري. اللي صار مخطط له مسبقاً. أول شي رحت استدرجته وبعدين خطفته، في أزمة بإيدك وكريك، يعني إذا مو غلطان مع سبق الإصرار.
بيحكموك فيها 18 سنة، مو مدة قليلة. وبالزيارات رح تقدر تحمل ابنك 5 دقايق لما تشوفه. هو وصغير مو مشكلة، بس لما يكبر شو الوضع؟ رح يسأل أهله وينه بابا؟ بالسجن. ليش؟ ورح يحكوله رح يكون ابن المجرم. بيهون عليك ابنك يا مصطفى. فيدات خلص حاجة. 18 سنة يعني لما تطلع من السجن ابنك رح يكون كبران وبيجوز عم بيدرس بالجامعة مصطفى، احتمال باسطنبول أو بأنقرة أو بأي مدينة. أنت بترجع وابنك بعيد عنك، المفروض أنت أبوه، بس هو غريب عنك وأنت أكتر من أي حدا. ربيان بدون أبوه، فهمت؟ مثل وضعي بالضبط. سبق وفكرت بهالموضوع. يا ترى لو طاهر ما عند مشان نفس وعمل كل هالعماية، لو أخذ مرتي وابني من الأول وترك كل هاي المنطقة، كيف كانت رح تكون حياتكم هلأ إلي؟ فيدات، بدك تقوم تكمل حفر ولا بوصك؟ مشان تنقذ مرتك رح طوصت أخوك، وهلأ بدك طوصني إلي مشان تردل اعتبارها لمرتك. مين بيناتنا القاتل؟ مين هو المجرم الحقيقي مصطفى؟ على فكرة أنا لما خطفت أسية هذا اللي كان بدي تشوفه، وليك وضعنا هلأ. اطلع على حالك، مين يلي حامل المسدس؟ مين فعلياً عم بيحفر قبره مصطفى؟ كأنك عم تتوسلني هلأ مشان أعفي عنك، ما؟ مستحيل اتوسل لحدا. فيدات، هون في شي واحد عم يصير، واللي هو إنك رح تموت بعد شوي. يلا كمل. بكفي. على ركبك يا حقير. زيل، يلا انت لعيت كتير، بس كمان قلت شغلة مزبوطة، اني ما رح اقدر ربي ابني طول ما انا موجود بالسجن. صح ما حيكون قدام عيوني، بس حيكون بعقلي بأحلامي كمان. بالمقابل طاهر رح يرتاح، ومراد رح يرتاح، نفس، نظر، كلهم حيرتاحوا. والأهم من هيك، الحياة والبشرية رح يرتاحوا من واحد مثلك بلا شرف. أخي لا تتحور. شوفوا مين إجا كمان. طاهر، ولادي ومرتي بأمانتك أنت. مشان هالحقير، حرام تلوت إيديك بالدم أخي. فكر بابنك اللي جاي، وبنتك لا تنساها. أنا قلت له نفس الحكي طاهر، بس ما رد علي. أخي لا تعملها. خلص طاهر، هالقصة هي صارت بتخصني. قلت لك لا تعملها مصطفى، لا تتهور، لا تعملها. طاهر، بعرف إني أوصتك، بس أخي أنت ما فيك تقوصني، تركني. أنا المفروض أنهيله حياته لهذا الواطي مو أنت. شيل المسدس من إيدك يلا. طاهر، رح أوص. يا ما عوصني أنت وريحني. ما رح نرتاح قبل ما هالتافه يموت. صدقني رح يرتاحوا الكل. إذا كانوا رح ياخذولي كم سنة من عمري مشان موته لهاد، فما عندي مشكلة أبداً. وبعدين نحن أخوة، وإذا ما خليتني أقتله هلأ وفوراً، رح تلاقي لهذا الحقير مرتاح، وبيجيب شي واحد من الكلاب تبعه وبينحبس بداله، وبيتفتل على راحته مثل الأول. لازم حط له حد. أخي مصطفى أصحك لا تعملها. أصحك يا مصطفى. أخي لا تعملها. استنى مصطفى، رح تروحنا كلياتنا معك باللي رح تعمله، وأنا قبل الكل. اهدى يا أخي ولا تعملها. ما تجبرني أوصك لتنزل مسدسك. أنت ما فيك توصني طاهر،
أنا عملتها بس أنت مالك مثلي. مفكر الجنان إلك بس؟ شو نسيت إنه نحن أخوات؟ خليني أحط هالرصاصة برأسه. بصراحة حلو إحساس المشاركة بيناتكم، بس يلا قرروا أنت وياه مين بيناتكم المجنون ومين يلي رح يقتلني. أنا يا تافه. مصطفى استنى، خلص بعد عنه، اسمع مني مصطفى. طاهر اترك مصطفى، كرمال قصة حبي هذا امتحاني أنا، إذا نجحت أو رسبت امتحاني أنا. شو هاد يا عيني يا عيني، شو هالكلام؟ قصة حبك لكان طاهر؟ رجالين واقفين حاملين بإيديهم سلاح، خاطفين زلمة ومركعينه وبدهم يقتلوه، قاعدين عم بتشاطروا على بعض، هي اسمها مرجلة؟ عن جد؟ متأكد رح تقوصني؟ وليكني مو مسلح مثلكم، معقول هيك بيتصرفوا الرجال؟ اسمعني، هي آخر فرصة لإلك، بتضب أغراضك وبتاخد رجالك وبتترك طرابزون وبتروح، عم تفهمني؟ إذا قبلت ما رح نقتلك اليوم، بس بالمرة الجاية كل عائلة كليلي وخاصة النفس، إذا بتفكر فيهم مجرد تفكير ترحم على روحك. ضحكتني يا طاهر، مع إنه الضحك مو وقته، شايفك قدامي وعم بشفق عليك، قديشك خايف ومتردد؟ أنت عم تعطيني فرصة مشان ما موت بين إيديكن اليوم، ما هيك؟ تعرف شو؟ أنا بصراحة حسيتك ناطر مني فرصة مشان بعد عنك وما تتحول لمجرم، قلت لي قصة حبك، ما هيك؟ بدي أسألك سؤال وعليه 100 علامة، جاوب عليه طاهر كرمال نفس، شو مستعد تساوي؟ ليكو أخوك قدامك كرمال مرته وولاده، أوصك لما شاف مرته كان همه بس ينقذها، وانت طاهر قتله وخلصنا، أو خليك على جنب واتركني أنا خلص عليه، هذا الزلمة ما عاد لازم يعيش. انت مفكر الحب رح يكون شغلة بسيطة وسهلة طاهر؟ انت بتعرف من جواتك انك مستحيل تحب نفس مثلي، وكرمال هذا الحب تعمل الشيء اللي انا عملته، ما هيك؟ شو؟ لشو ساكت؟ انك تسمع الحقيقة شغلة صعبة عليك، ما هيك؟ انا اعطيتك فرصة اخيرة، بس انت حابب تموت، انت حربي قرارك. هي رصاصة طاهر، يلا. ما بيقدر، ما رح يقدر، بعرف انت يا طاهر معتبر هاي الحرب ما لها عادلة بالنسبة لك، ما هيك؟ هاي الحرب ما لها عادلة ابدا لواحد مثلك، ما بتقدر، ما بتعملها، ما بتقدر توصني. مسك هذا لشوف، مسك. شو رح نتبارز طاهر؟ ندير وشنا ونعدل العشرة ونقوص؟ أنا رح ألف من أول خطوة مشان تكون بالصورة. مسك المسدس، من الواضح إنه حياتك ما كانت طبيعية، على قليلة فيك تموت وأنت رجال. طاهر هذا عم يلعب فيك، أوصه براسه وخلص. خود المسدس فيدات. طيب روح من هون فيدات، بس بعد ما تقتلني لازم تتذكر ضميرك رح يضل عم بيعذبك، وما رح تلاقي أجوبة على أسئلته، ورح تضل دائماً مقهور. أنت ما بتقدر تقتلني أبداً يا طاهر، بس أنا أكيد بقدر، كرمال نفس بعمل أي شيء على فكرة، أنا كرمالة مستعد أعمل كل ذنوب، وكرمالة هي بتحمل كل العواقب، بس أنت ما فيك تعمل هيك، ولهذا السبب نفس مالة لطاهر، ملكي أنا. طول ما في نفس بصدري انت ما رح توصل لنفس بنوب. ممكن هذا الشي بطريقة واحدة،
وهي إنك تموتني. بس ليكني لساتني عايش، شو السبب؟ مصطفى، أنت جاوب، حابب تربي ابنك وأنت لسه شاب ولا تستنى لتختير؟ باعو يا تافه، ما جاوبت أو وسطك. طاهر، جاوبني بعد ما تقتلني وتفوت على السجن، نفس مين رح يعيلها؟ هو؟ ممكن؟ طيب وسنية خانو؟ الله بيعلم شو رح تعمل بالمرة يلي خلت ابنها ينحبس ويبعد عنه وما عاد يقدر يرجع لها. طيب ييت، إذا سألوه مثلاً ليش بتنادي لطاهر عمه وما بتقله بابا؟ لأنه ماله أبي، زوج ماما. طيب إذا هيك وينه أبوك؟ أبي مقتول، ومين يلي قتله؟ بيكون زوجة للماما. يعني طاهر، الموضوع إنك قتلت أبو ليت ورح تصير مجرم. يمكن ييت يضل يقلك النمر القادم من البحر، ممكن ينادي لك عمه طاهر مثل ما هلأ عم بيصير، بس الحقيقة بحياته رح يقلك بابا. أكيد ما عندك جواب، جاوبني على هذا السؤال طاهر، مين فينا سلاحه أقوى من التاني؟ الشباب حاجة نضحك على بعض، زدتوا هاي المسدسات ما في إلا داعي، لأنه في قوة أكبر بكتير من هالمسدسات اللي حاملينها بإيديكن. هاي القوة اللي بتخليك ترتكب كل الجرائم والذنوب بالدنيا، تقدر ترتكبها وانت مرتاح وعيونك مغمضة، تعمل شغلات كل الناس بتخاف تشوفهم. هاي القوة عندي أنا، بس انت ما عندك إياها. لا أحد يسكر هالقبر، لأني رح أدفنك فيه ورح تبقى من غير نفس. المسدس كان بإيدك، كنت أوصني، كان فيك تخليني أبقى بلا نفس. شو اللي صار؟ شو الشي اللي منعك من أنك تقتلني؟ يلا خد السلاح، حمل المسدس. أنتوا الاثنين أكيد ما رح تقتلوني، ما هيك؟ لأنه ما عندكن قوة قلب أبداً. في حدا غالي علي قال لي شغلي مرة، إذا قررت تسحب مسدسك قوس فيه، إذا كنت ما رح تقوس بلا ما تسحبه. بصراحة طاهر، في سؤال لنفس لازم نسأله إياه، بدك الرجال اللي جاهز يهد كل الدنيا كرمالك ويرتكب كل ذنوب كرمالك وكل أنواع الجرائم كمان، كل هدول كرمالك وكرمال إنك ترضي. وفعلياً هذا الرجال موجود بالحياة ورح يضل يحاول لترجعي له، ولا بدك؟ تعرف شو؟ أنا الشي اللي مستعد أعمله كرمال حب نفس ما في إله أي حدود، بس أنت حدودك واضحة كتير طاهر، ومشان هيك أنت رح تخسر بالآخر وأنا رح أربح. أنا واثق ما رح أخسر أبداً. أنا بعرف بشو عم بتفكر، عم بتقول هالحقير ما فيني أوصه ورح يقدر ينفد من كل شي عمله مثل العادة. ما تتعب حالك، شغلتك فاضية. مصطفى معلش توصلني لعند سيارتي، تركتها قدام المطعم. بدات ما خلصت لحتى يموت واحد منا انا وياك، لحتى يموت واحد منا انا وياك. يو ما شاء الله. لك يا بنت، مو قمتي من على السفره هلا من عشر دقايق؟ ايه عادي، انا من عرق جبين جوزي مصطفى عم باكل، استكترتوا علي هاللقمه. ان شاء الله الف صحه وهنا، كلي الاكل كله. على قلبك، تاكلي كم وحده منه؟ ما بدي، ناطرني جوا شغل البيت لسه، لانه لا في صبيه ولا كنا يساعدوني، ضل الشغل كله علي. المفروض بهالعمر كون قاعده مرتاحه وكلكن عم تشتغلوا لخدمتي، المفروض تجيبوا لي الاكل لعندي وتوصلني كاسه الشاي لغرفتي. يا حسرة، مين بده يدللني بعد هالكبرة؟ ايه بس ليكك لساتك بصحتك ما شاء الله. ايه يلا بلا هالحكي الفاضي، تلحلحوا، عملوا لكم شي مفيد بدل قعدتكم. وشو بدنا نعمل يا خانو؟ كل الشراشف بدهم طوي،
تجعلكوا بعد ما طلعوا من النشافة؟ وكويهم مو سهل. يلا قوموا ساووهم. ايه على اساس هي بتكويهم بالعادة. كله مشانك مو مشاني. شايفة قديش مزوقة وحنونة؟ الله يطول بعمرها. يلا قوموا، ما رح ضيع وقتي على مسخرتكن وفزدكاتكن. تارك الطبخة على النار. آسية، اصحكتي لمسيهم للشراشة في بإيديكي بعد ما أكلتي فواكه مشان ما يبقعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله. إيش هالحركات هي يعني؟ شايفتني عم باكل شوية فواكه دغري صارت بدها تقيمني. هلأ شو بدنا نعمل؟ ما فهمت. هاتي لقلك، مسكي لشوف من هالطرف هاد، وهلأ منشده شوي وبعدين منطويه. عملي مثل ما عم قلك. هيك تمام. هيك؟ ايه هيك. ايه شوفي هلا لازم هيك نفرده. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اهلين وعليكم السلام، كيفك؟ تعالي ساعدينا لا تضلي واقفة، لا تكوني مو فاضيتي لنا. شو قصدك بهالحكي آسية؟ إن شاء الله مفكرتيني مو منتبهة على اللي عم يصير، على أساس ماني شايفة التطليعات تبع الإعجاب والحركات والدلعي اللي بتعملون البنت لما تخجل. آسية عن شو عم تحكي؟ والله ما فهمت. إيه خلصنا، أنتِ فهمانة علي، حاجتك بقى. وينو علي؟ شو بيعرفني؟ ليش مو رحتوا اتنيناتكم مع بعض لتوصلوا لأبي؟ آه قصدك عن التوصيلة؟ إيه ليش في غيرها يعني؟ وصلنا عمو عثمان أول شي، وبعد علي وصلني على المكتب وراح وما بعرف وينه. وين نفس؟ عم دقلها على الموبايل ما عم ترد. يعني أنت اللي عم تتصلي يا بنت؟ نفس نسياني موبايله جوا وانسرعنا من صوته هو وعميرن، أخذت يت على المدرسة ورايحة بعدين لتشوف مرجاني. هيك قالت. في شي مشكلة؟ لا بنوب. اهلا وسهلا بنتي اسماء، كيفك؟ نشكر الله خالتي سنيه. ايه بما انك اجيتي معلش تنقي لي هالرزات لانه عيوني ما عم شوف فيهم منيح. ولي الله خلق لحماتي لحتى تتامر على كل العالم. حماتي بينقوا الرز وبينقعوه بالمعمل وبيعبوه بالكيس، ما بده تنقايه. الله بيعلم كيف بصير معهم هالشغل، ما حدا فينا شايف شيء. مستحيل، ما بوثق بشغلهم. ولا يهمك، انا بنقي الرز خالتي. هيك بتكون البنت المنيحة راسها طري وبتسمع الكلمة بلا ما تجاوب، بتشتغل شغلة وما بتضايق حدا، مو بتضل عم تلعي ساعة بس. يا حسرة، ما عاد اتحمل، بتجيب الجلطة والله. آسية شو قصدها الخالة؟ بيقولوا عن الكلمة الشاطرة والقوية ببيت حماها راسها يابس، يعني مو مثلي. في شغلة كتير حابب أعرفها طاهر. أنت ونفس مرتي 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 هيك عم بتنادي لمو؟ يا ترى صارت مرتك عن جد ولا شو؟ ما صارت وبحياتها ما رح تصير مرتك، لأنه أنا معذبة وعامل فيها شغلات بشعة كتير. اللي عايشته معي ما فيها تنسى نهائياً، وكرمال ما تتوجع ما بتلمسها، بس أنا مستعد أرجع ألمسها مثل الأول. أنت متزوج مرة كانت لواحد غيرك، وعندك ولد مستحيل يقلك بابا لو شو ما صار. يا خسارة، شو زعلان عليك؟ شيخ عثمان برك جيلان مرتخي آسية، كرمال الكل، كرمالهم كلهم، كرمال كل دمعة لست من عيونهم بسببك انت. صار لازم تخلص القصة.
هلا رح خلصها. مو بهالبساطة يا مصطفى، صدقني مو بهالبساطة. تعال قوم يا حقير يا تافه، امشي تعال ولك. ما بدي. طاهر شو عم تعمل؟ خليني أوصل وخلصنا. بدك تتركني من غير نفس؟ ما كان بدك تاخد نفس مني يا وطي. الرصاصة قليلة بحقه لهالكلب. طاهر بشو عم تفكر؟ حاول انه يحرمني من نفسي وبدي احرمه من النفس بالمقابل. شو بدك تدفنه وهو عايش؟ انا اعطيته فرصة كرمال يدافع عن حاله كرجال ويحمل حاله ويتركنا. اختار الموت بايديه، خلص بكفي. طاهر أنا خلصت. براك يا روحي، خدي هدول وحطيهم عندي بالغرفة. يلا رايحة فورا. هلا من كل عليك عم تنقي الرز ما فيه شي. مرت عمي بس بتحب تشغل الناس. هاتي يسلموا. أهلا وسهلا أسماء. أهلا النفس. في إلك عندي شوية أخبار. الحق معك، جيلان طلعت مانا بنتك، طلعت نتيجة اختبار الدي ان اي. من لما قلتيلي تابعت الموضوع، بس أنا ما حبيت أقول شي لحتى أتأكد من النتيجة منيح. في إلى أهل؟ بما أنه جيلان ما بتحكي وما بتسمع، فقدرت بسهولة أني دور ولاقي أبوها. بهداك الوقت البنات اللي تم تبنيهم بصفاتها طلعوا كتير قلال، وقدرت أعرف مين العيلة يلي تبنتها. شينغول ونجيب. اختي أسماء شو عم تقولي؟ شو معناته كلامك هاد؟ شبكن؟ شو مانكن منتبهين على إشارتي؟ شو؟ معقولة ما بتردوا علي وأنا عم قلكن وقفوا؟ ولا لازم أوس كمان؟ لازم أحكي معكن، اسمعوني. بعرف إنه فيدات كان معكن، حكولي شو مساوين؟ بعرف نظراتكن، والله بعرف هالنظرات منيح. شو مساوين؟ قتلتوا له الواطي؟ لا. لكن شربتوا شاي؟ حكيتوا عن مباريات فريق ترابزون وكيف لعب؟ لعبتوا طاولة؟ طيب مين ربح؟ فهموني شو اللي صار؟ أنا بدي أسألك، أنت شلون لقيتنا؟ ليك أنا هون الشرطي، أنا يلي بسأل مو أنت، يلا أحكو. ما صار شي بنوب، الحقير ضحك علينا، اتصل بأخي وخلاه يجي وبس وصل ما لقى حدا هنيك. مصطفى، بالزور خلصته من إيديك بالأوتيل، أكيد أنت وأخوك ما اتفقتوا وساويتوا شي مصيبة. ما قلنا لك لا، خلصنا. إيه قلي. حضرة الملازم، طالبينك تجي فوراً على المخفر. شو الموضوع خير؟ ما بعرف شي سيدي. إيه قلن جاي. إن شاء الله يكون هنيك ومو عاملين مصيبة.
أكيد في غلط بهالموضوع هاد، مو صح يلي قالته. جيلان أختي الصغيرة. براك بتعرفي لفيدات وبتعرفي عمايله، ليش ليساوي هيك شي؟ ليش؟ بعد هي تحملت ببنت وولدتها، بنت بعد ما ولدتها مباشرة قال لي إنه ماتت، وما بقى حكينا بقصتها مرة تانية. وبعدين فيدات قال لي إنه بنتي لساتها عايشة، وقال إنه جيلان. ما صدقت فيدات وكنت شاكة، وعملت فحص الدي إن إيه، وأسماء كشفت الموضوع. أبوكي طلع متبني جيلان، وبضغط من فيدات إجا قلك إنه جيلان أختك من أم تانية. هذا اللي صار. طيب شو بده؟ ما عم استوعب اللي عمله. ليش ليعمل هيك معي أنا وجيلان؟ ما بتعرفيني بحط الخطة باء قبل الخطة ألف؟ لأنه هو بيحب يجبر الناس يعملوا الشي اللي بيعتبروه مستحيل، وما بيترك لهم خيارات. شو اللي ساويته؟ ليش هيك يا طاهر؟ يعني كان عندي حل غير هاد؟ لك طاهر نسيان انه حتى لما بدنا نذبح اي حيوان من سن السكين مشان ما يتعذب؟ شلون بتدفنه عايش؟ ليش خطفته انت لكان؟ ما كنت اخده لهنيك لتقتله؟ بلا ايه طبعا كنت بدي اوصو رصاصة وادفنه. فيدات كان بيعرف اني مو اخده لهنيك لنلعب طاولة، اني اوصو غير اني يدفنه عايش. انت شكلك نسيان اللي عمله بمرتك آسية. مو نسيان ولا رح انسى. انت بتعرف شو هي اصعب نقطة بالحرب مع العدو يا مصطفى؟ إنه ما تصير تشبهه بهي الحرب. كل مشكلة مرتي بيني وبين فيدات طاهر. ليش اتدخلت وعملت معه هيك؟ ما ترك لي حل بنوب يا أخي. هالواطي ما كان رح يوقف، كل يوم كان رح يعمل مشكلة لحدا من عائلتنا. أنا حميت عائلتي كلها، إذا القصة جريمة مستعد أعملها. بيهمني إني أحميكم. هو كان بده يدفني وأنا اللي دفنته. طاهر براك؟ براك وقفي. شو صاير لبراك؟ خير شو صاير معون؟ ما بعرف هلأ بفهم وبخبرك. شوفي شبه جنته طلعت ركض. هي شو صاير معها؟ ما بعرف مثلي مثلك سنية خانم. لا مو معقول، كيف في موضوع ما بتعرفي؟ عن جد شي مو معقول. دخيلك يا الله. اسمعي لقلك، هدول ناويين على شي، أكيد في خطة عم بتصير. براك براك قوليلي لوين رايحة؟ بدي روح حاسبه لفيدات. رايحة أعمل الشي اللي كان لازم من زمان أعمله نفس. هالندل أخذ مني أبي وأمي، ما فيني اسمح له ياخد جيلان. الحكي اللي قالته أسماء وأنه متبنايينا ما بيهمني. جيلان رح تضل أختي إلي، أنا متعلقة بالحياة بسببها، مشان هي أنا عم بتنفس. إذا ما رحت شفت فيدات وسألته حموت من قهري نفس. الله يوفقك تركيني، بعدي بترجاكي. براك تعرفي قديش فيدات حرق لي قلبي؟ كنت على طول متمنية إنه ييت يضل بحضني وما يبعد عني. طيب أنتي شو رايحة تسألي؟ شو متوقع يجاوبك؟ حيكون جواب بريحك مثلاً؟ هالندل بجوز يأذيكي. قديش ممكن يأذيني أكتر نفس؟ قديش رح يحرق لي قلبي؟ شو يعني رح موت؟ شفت الموت ألف مرة معه، بس قاومت وما متت. براك بترجاكي ما تروحي لو سمحتي. اختي اسماء مزبوط؟ ما عاد في شي بالدنيا يحرق لي قلبي اكتر، وما عاد يهمني شي. بترجاكي فهميني وخليني روح.
براك، أنا أكتر حدا بفهمك. بترجاكي ما تروحي مشان الله. يلا رد لشوف، رد علي لا تجنني. طاهر، ما كان عندي حل غيره، ما ترك لي طريقة تانية. هالزلمة ما في شي بيوقفه. بدي نفس تضل مبسوطة ويتي يقدر ينام وهو ماله خايف. خاطر بحياة مرت أخي وأذى أخي مصطفى. هو تعاقب شي؟ لا، حملها لرستم ونفد من القصة. اللي مثله دائما عندهم حل. حضرة الملازم بينفدوا من مشاكلهم وجرائمهم، أما اللي مثلنا مثل ما بيتعبوا بيضلوا بشغلهم ليل نهار مشان يأمنوا اللقمة، لازم يدفعوا الثمن بالمقابل. صح كلامي؟ الله موجود. فيدات صير أنا اللي قتلته. الجثة موجودة هلأ فوق براس الجبل، بتلاقيها بحديقة بيت عم يترمم على طريق صار بكايا. أنا قتلته عن سابق إصرار وترصد، مثل ما حبيت نفس بنفس الإصرار، بإرادتي وعن طريق تخطيط مسبق. حكمت المحكمة على المتهم طاهر كاليلي بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بتهمة القتل مع سابق الإصرار والترصد. رفعت الجلسة. ملعون! ملعون! بسببك أنت خسرته لابني! ملعون! خليت قلبي يحترق على شبابه! بتمنى من قلبي المحروق يحترق قلبك كمان على ابنك. وقتها بتفهمي اللي جواتي. نلعو! نلعو! الو طاهر، وينك انت؟ انا اخذت قراري. اي قرار؟ تضرب انت وقراراتك. شوفك بالمكتب. اتفقنا، نلتقي هنيك. يلا يلا. بدي روح نفس، لازم اتطلع بعيونه واسأله ليش هيك عملت معنا. بكفي بقى. براك وقفي، تركيها تروح نفس، ضروري ترتاح. اللي مخوفني من روحته انه ممكن يأذيها. هدفه لفيدات هو انتي، كل عمايله هي ليعذبك إلك. ما بتوقع انه رح يعمل لها شي، وهي القصه رح تكون صعبه على الكل، انتي وابنك وجيلان. حتى جيلان؟ شو ذنب هالطفله بهيك قصه؟ كيف حوقف قدامها وخبرها؟ ييت، كيف حخبره كمان؟ نفس، حكيت مع أبوها الحقيقي لجيلان على التليفون، جاي ياخد البنت بكرة. أخي شو اللي صاير؟ قول شو اللي مو صاير؟ طاهر ما اجا؟ مشان الله فهمني شو صاير مصطفى؟
رحت من هون مستعجل، وجا طاهر سأل عنك وراح وراك كمان مستعجل. ما تفهمت شو القصة؟ احكوا لي شو صاير معكم. عمرك ما تفهم فاتح، أنا كتير مخنوق، مالي ناقصك أبدا على شغلك. إيه حاضر أخي، بس ليش معصب مني؟ فاتح تعال هون لقلك. فاتح تعال عندي، تعا ما تخاف، تعال هون عمل لك. خلصنا. فاتح ما تزعل، ايه روح على شغلك حبيبي، روح اخي. يلا قلي لشوف شو هو هالقرار. انا قررت سلم حالي. كيف؟ هذا هو الحل الوحيد، لازم ادفع ثمن اللي عملته. طاهر شو عم تحكي؟ اخي اسمعني شوي واهدى. بدك يعني يهدى؟ بدك يعني يهدى ما؟ انا شو راح يهديني بعد ما شفت اخي بعيوني؟ مسك عدونا ودفنه وبتقلي اهدى مصطفى؟ ايه لكن شو متوقع وكيل النيابة والقاضي بالمحكمة يقولوا لك؟ اه؟ والله يسلموا ايديك طاهر. هالواطي كان لازم تقتله، والله يسلم ايديك خلصتنا منه. ولك رح يحسبوا رجال علينا. وبتهمة قتل هالتافه انت وقتها رح يحكموا علي بالسجن المؤبد. بعرف اخي. ليح طلعت بتعرف؟ بس ما في غيره لهالحل بنوب. الله يلعن قراراتك، كله صار من ورا جنانك. اخي اسمع، كنت واقف عند باب المخفر واجيت هون لعندك مشان ما حدا ينأذى من هي القصة وما تصير مع اي حدا منكم شي مشكلة. انا محتاج يوم واحد مو اكتر. فقل لي هلأ انت معي ورح تساعدني وتسمع شو رح قلك. ايه ايه بسمع. ايه باليوم اللي بسلم حالي فيه بتحط نفس ويت ببيت الجبل. تعرف امي ما رح تتركهم بحالهم، بدي اياك تضل داير بالك عليهم. من بعد الله هنن بامانتك انت. ايه اكيد. وخبي عن اهلي وما تحكي لهم دغري القصه، ما بدي يعرفوا شو عملت. قاسية حامل، الزعل ما بيناسبها، وقلب امي ضعيف، اذا عرفت بالموضوع ممكن تنجلط. أنا بخبرها لنفس لما روح سلم حالي. هلأ ما تحكي لأي حدا اللي صار، قلن أني مسافر لأنه المركب لازم قطع، وبالوقت المناسب بتخبرهم بالقصة شوي شوي. لك كيف شوي شوي بهيك موضوع؟ مصطفى ضروري لاقي حل. شبنا يعني أنت مصر تعملها؟ أخي هاي جريمة ولازم أدفع ثمن اللي عملته. مو أنت من قبل قلتلي لما تحب لازم تكون الطريق للي بتحبه؟ ايه. ومنشان يكون طريق اللي بحبه كله خير شعلت النار بحالي لترتاح. مو هاممني غير يكونوا بخير. رح يكونوا. وبتريح نفس مو؟ ونحن أهلك بدك يعني يحترق قلبنا. مصطفى لما أخذت بيدات وخليته يحفر قبره بإيده بشو كنت عم تفكر وقتها؟ يعني عملت هيك بس مشان تنتقم لمرتك؟ ما كان بدك تريع عائلتك ومن بيناتهم نفس من جرايمه؟ لنفترض ما سلمت حالك بعد ما قتلته، بس كان ممكن تنكشف وبأي لحظة تنسجن. وهلأ جاوبني، ما كنت حاسب هالحساب؟ الله يلعن هالمخ اللي عندك. أحضنك ولا أضربك مالي عارفان. أنت الكبير بقبلهم كلهم، أنت بتمون على روحي. خير مين بدك؟ افتح الباب. ما فيني فوتك، مين بدك؟ بدي شوف فيدات، افتحه لشوف. البيك مو بالبيت. عم قلك بدي شوفه، افتحه للباب. يلا من هون. روحوا خبروا، قل له براك واقفة برا، رح ارجع مرة تانية ورح حاسبه على كل شي عمله. سمعتني شو عملك؟ والله الوضع مو طبيعي، أخوك مصطفى متضايق كتير وما فهمت ليش. لنشوف شو القصة.
ها لولي، وين كنت وانت وياه؟ مصطفى، انت منيح؟ مثل مو شايف، منيح. طمني عنك، ها؟ والله إذا بتشيلوا عني كتف بهالشغل وما بتضلوا صايعين طول الوقت بكون كتير منيح. يا شباب، الشغل هون هو باب رزقنا. صحيح خبروني، طبطان كمال ناقصه شي لأنه بكرة بده يطلع يسحب رمل. شو؟ مو هاي شغلتنا؟ مو هاد رزقنا؟ يلا روحوا على الشغل، تحركوا انت وياه يلا. ايه حاضر أخي، تمام، رح نشوفه. يلا رح نروح. يلا، ما في خواص منكن. طاهر، ما في شي حل تاني للموضوع، شي طريقة لتطلع من هالقصة. صار اللي صار، خلص مات الزلمة، انتهى الموضوع. انت خليك قوي، بدي يكون مطمن وأنا بالحبس. بالله مفكرة بهالسهولة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فكرة بيك بيشتغل متعهد، رح يشتري الرمل من عنا. هذا أخي طاهر. فرصة سعيدة. أنا أسعد. أهلا وسهلا، نورت فكرة بيك. لكوني جيت بوقت مو مناسب. العفو، أستغفر الله. كنا بدنا نحكي بالشغل أنا ومصطفى. ولا يهمك، موفقين. لوين رايح؟ بدي مر لعند نفس. اي يلا بالإذن. الله معك أخي. الله معك. بين عليها بضاي. اي والله كتير. اسمه طاهر المجنون. وكمان كانوا ينادوا لعمي المرحوم هيك، بيشبهوا كتير. يعني حكي أمي هاد. العفو منك مخليك واقف برا، تفضل خلينا نفوت. يوسف، اثنين شاي لهون. اي نفس، هلا انتبهت على التليفون، كان محطوط على الشحن. طاهر، طلعت جيلان، ما انا بنتي. طلع فحص الدي ان اي واسماء قدرت تلاقي ابوها، وبكره رح يجي. وينك انت؟ انا هلا بالشركه. بدنا ناخذ جيلان ونروح على مكتب اسماء. طاهر، ممكن تكون موجود لما نشرح للموضوع؟ طبعاً بكون، طبعاً جاية فوراً. ليك انت، افتح البوابة. انا لسه ما سمعت هيك شيء. عم بحكي مع حالي، مو سمعان؟ افتح لي يلا. لو جاييني على أقل من مهله افتحوا لي هالزفت. نزار، نزار خانه مو بالبيت. كيف مو بالبيت؟ اي معلش، بستناها جوا، افتح لي الباب. بعتذر منك، ما بقدر. كيف ما بتقدر؟ دق لبنتي ما بترد، وفيدات ما بيرد، وين البنت؟ ما بعرف. ليك ما تخليني جن، وافتح لي هالبطيخ بقى. عفوا، ما بقدر. ايه تمام، رح اجيب ابوها وجايين، ورح تشوفوا كيف رح يهد البيت فوق روسكن. واذا اضطريت رح اخلي الشرطه تجي لهون. انا ام، بدي اشوف بنتي نظر. ما عم تفهم؟ فايتين بمفاوضات مع البلدية مشان مخطط الطرقات والمجمع الرياضي. المجمع الرياضي مشروع كبير، وبمشروع الطرقات رح يختبرونا إذا كنا عم نشتغل بجد ولا حكي فاضي كله. مصطفى بيك؟ نعم. ما بعرف، بس كأنه مشغول بالك. لا، قصص عادية، عادي، بعتذر منك. كمل لي حضرتك، مشان البلدية، شبها هدول الشابين الصغار اللي شفتهم واقفين برا هنيك، هدول اخواتك الصغار كمان، ما هيك؟ ايه، يانج أزلار. شو يعني هالكلمة؟ ايه، لأنه هن توأم هيك من ناديلن عنا، فاتح ومراد. انت اخوه الكبير للشباب مو هيك؟ اي اي، انا
هموم العيلة ومشاكلهم كلهم على راسك انت، يعني بمقام الأب للكل. هذا اللي صار، يعني حاولت عوض عن أبي قد ما بقدر. ايه بعدين شو صار؟ المجمع الرياضي. ايه انت مخك اليوم مو معي، بعدين بنحكي بالموضوع. شو ما كانت مشكلتك، مصاري او غيرها، فرح نشتغل سوا. بتعطيني انت بعطيك انا، هيك احسن حل للشغل. انا طريقتي غير، المصاري من جهة والبضاعة من جهة، يعني السلام عليكم وعليكم السلام. حلوة والله، معناتها رح اتفق مع جماعة البلدية على الشغل، وبعدين بيجي ومنوقع العقد بيناتنا، ومثل ما قلت انت بنمشي على طريقتك. السلام عليكم عليكم السلام. لا لا تعذب حالك، انا بعرف الباب وينه والطريق كمان. وشو ما كان الموضوع اللي زعجك محلول، يلا بخاطرك. بأمان الله. براك شو صار؟ رجال فيدات ما فوتوني، قالوا لي انه مو موجود بالبيت، يمكن عن جد مو موجود او ما بده يشوفني، ما بعرف. براك انا فهمانة عليكي، بس انا قدرت لاقي ابوها لجيلان وحكيت معه، حكينا على التليفون. الزلمة المسكين إلى سنين عم يدور على بنته وما خبروه بشي لما عطوا بنته للتبني. حكي الورق والتقارير مانو مهم بنوب، اذا معتبره انكم اخوات فهي اختك الصغيره وانت اختها الكبيره، ولانك اختها الكبيره اكيد بدك تشوفيها مبسوطه، مثل انه تقدر ترجع لابوها الحقيقي مثلا. براك ليك اسمعيني، نحن رح نعمل اللي بدك اياه. قولي لي شو بدك، الكل بيعرفوا انه هي اختك. اذا قلتي لنا سكت وبوعدك ما نحكي، بس شو بدك تقولي لجيلان لما تكبر اكثر من هيك؟ حتقولي لها نجيب مو ابوكي، ولا رح تقولي لها اني ماني اختك الكبيره وبس لاني كثير بحبك ما قدرت اتركك ترجعي لاهلك؟ قديش رح تقدري تخبي؟ اهدي ليكي، بدي اطلب منك طلب. فوتي خدي جيلان ومنروح على مكتب اسماء، هنيك مناخد راحتنا بالحكي. تعرفي سنية خانم ما حتتركنا بحالنا. جيبي جيلان، أنا وأسماء رح نكون ناطرينكن بأول الطريق. آسية خانم، شو لوين يا مهوين؟ لوين رايحة يا ترى؟ خبريني. وجعتي لي راسي سنية خانم، وحياة الله بدي اتسوق شوي، من ورا هالولد أواعيي ما عم بقدر ألبسه، نازلة جيب لي كم قطعة. البسي اللي كنتي تلبسيهن وقت كنتي حامل ببنتك. كم سنة إلهم هدول؟ يعني ما بيطلع لي جيب جديد مثلا؟ وانت كم سنة إلك هون؟ بتحبي نجددك ولا شو؟ إذا بتقدروا ما تقصروا. براك شو صاير؟ ليكي هي البنت في شي مو طبيعي صاير معها، هي وأسماء ونفس عاملين شي قصة، أكيد في شي هن مخبيينه وأنا لازم أفهم. إيه فهمي منيح شو عم يعملوا هن الثلاثة. خليكي مكملة بلعبة المحقق حماتي، أنا رايحة. إذا دري جوزك مصطفى إنك نازلة تتفتني بالسوق وإنتي بهالحالة، الله بيعلم شو رح يساوي. طويت الشراشف وأنا بهالحالة، وكويت ومسحت الشبابيك وحضرتك ما قلتي هالحكي. شغلك كله خلصت لك يا، وهلأ ما ضل لك غير ادعي لنا. يا لطيف شو قوية. بتعرفي أصلي؟ بنته لمحمود القهوجي هي أصغر بناته،
كان في عندها خطيب اسمه إبراهيم وعسكري شاب طول بعرض وحليوة ورجال كتير قبضاي، وأصلي كل يوم أحد بتشوفيه رايحة على محل الإنترنت وراجعة. مو هو عسكري قلتلك بيوم العطلة بيراسلوا بعضهم عن طريق الإنترنت. إيه وبعدين على كتر الروحة والجاية ساوت علاقة مع صاحب المحل. لا وشو بتعمل بعدها؟ قالت للمسكين ما فيني استنى. يا ويلي لعمة لعمة ما أوقعها، شاب عسكري كيف بتحكي معه هيك؟ الشاب هرب من قطعته وإجا عمل مشكلة بالحارة كتير كبيرة. هالسيرة ما سمعتوا فيها؟ مالكن درياني؟ شوفي شبك تركان؟ خير شبك؟ ليش هيك مخطوف لونك؟ صاير شي لنظر؟ لا ما قدرت شوفها. يلا بسيطة بس والله نظر انفتحت لطاقة القدر صدقيني كتير منيح. الله يطعم بنات العالم الحظ يلي عند بنتك. صحيح كان زوجها القديم لنفس وعنده ولد بس كمان رجال زنجيل ونظر بنت عاقلي. خليها تجيب له ولد على السريع بس يجي الصبي وراء الطابة هوب بيكتبهم باسمه. إيه إن شاء الله. ما بدك تشوفي أحفادك في أحلى من هيك؟ ناجية؟ نعم. بدي منك طلب صغير ممكن؟ إيه طلبي. بعرف رح أقلك عن شغلك وبيتك بس فيك تضلي شوي مع مرجاني؟ بدي شوف جميل ضروري، عندك مشكلة؟ لك دخيلك شغل شو؟ أصلاً أنا من الصبح بعت الرجال على الدكان والطبخة جاهزة كمان. بضل قاعدة مع مرجاني، أنت خدي راحتك عم نتسلى أنا وياها. بيتي وبيتك واحد، حتى قمت وساويت شاي. طبعاً بيتك شغلة ساعة أو ساعتين ما بطول عليك. ولا يهمك، خلص خدي راحتك. مرجاني بنتي شو رأيك جيب لك كاسة شاي لهون؟ أنا بشربك إياها. ماشي. ما قدرت شوفها. ما بعرف وين البنت. لما حكونا شو عمل بنفس أنا ما صدقت بوقتها. إذا كان عامل هيك ببنتي نظر يا ربي دخيلك شو هالحكي. معقولة مشان هيك ما خلوني شوفها؟ ما تبكي بنتي لا ما تبكي. رايح أشوف أبوكي هلأ وأحكي له اللي صار. رح نروح وإذا اضطرينا رح نجيب الشرطة. بدي أشوف بنتي غصب عنه لهاد بيدات. طلعي فيني اسمعيني، بتقومي بتروحي معي مثل الشاطرة فهمتي؟ مي بدك تشربي شوي؟ متأكدة إنه ما بدك تاكلي؟ أنا بعتذر منك، مضطر إنه هيك أعمل.
تفكر بنظر ما؟ مو قادرة أفكر بأي شيء تاني. حركاتها بتقول شيء ووشها بيقول شيء. بنت غبية. بيجي على بالي إنه روح أهجم على بيت فيدات وأمسك نظر من إيدها ونروح. لا رو، شبك لك أخي، مو صح تفكر بهي الطريقة. لأنه إذا بتعمل هيك شيء ما رح يقولوا خطف اللي بيحبها، رح يقولوا خطف مرة متجوزة. إيه أخي بعرف بعرف، بس مو خايف من هالقصة. أنا كل خوفي على نظر، ما بدي صر لها أي شيء. أنا مخي مسكر فاتح. شو يلي فيني أعمله هلأ؟ مراد، بتمنى ساعدك بهالموضوع، بس أنا ما بفهم بالحب. أخي؟ شيكنا على كل الأمور. تشيك شو هاد؟ مو قلت لنا القطان كمان رح يطلع يسحب رمل بكرة وشوفوا إذا ناقصوا شي؟ إيه شفنا؟ إيه يعطيكم العافية، سلام. شو لوين أخي؟ شو عم تقول؟ عم تسألني ليش هالدموع؟ خلونا نحن نطلع لبرا مشان تحكي مع أختها براحتها. براك؟ نحن بالكافيه اللي تحت، ماشي؟ في جواتي شعور غريب كتير. من جهة أنا كتير فرحانة إنه أبو جيلان جاي، بس من جهة تانية هي كيف حتتقبل القصة؟ رح يكون صعب بسبب وضعها، مو سهلة. رجال ما بتعرفه جاي لحتى ياخدها ويبعدها عن هون، وإلا أنا أبوكي. شي صعب كتير، حياة جديدة وغريبة، بدها تعيش مع ناس أول مرة بتشوفهم. ما عاد أعرف شو الشي الصح بنو. يمكن الغلط غلطي. نفس حكيك مع براك كان حلو كتير، ليش ما بتقولي هالحكي كله لحالك؟ لأنه شي سهل إنه نحن نقول لغيرنا شو هو الشي الصح. الإنسان عطول بيقنع حاله بتصرفاته وإنه ما نو غلطان لما ما يكون في عنده حل ولما يكون مضطر. بس بالنسبة للصح فالإنسان صعب يقنع حاله بالشي الصح. أنا الشي اللي مستعد أعمله كرمال حب نفس ما في إله أي حدود، بس أنت حدودك واضحة كتير طاهر، ومشان هيك أنت رح تخسر بالآخر وأنا رح أربح. أنا واثق ما رح أخسر أبدا. أنا بعرف بشو عم بتفكر. عم بتقول هالحقير ما فيني أوصه ورح يقدر ينفد من كل شي عمله مثل العادة. ما تتعب حالك، شغلتك فاضي. طاهر، طاهر، أنت منيح؟ إيه أنا منيح. خايفة من ردة فعله ليت؟ أكيد رح يزعل، بس رح ينسى الموضوع، لساته صغير. إن شاء الله. طاهر، أنت أكيد منيح، شكلك مزعوج. خلاص ما فيني شي. إيت ما رح يقدر يتقبل القصة بسهولة، فلازم نحن نقعد ونحكي معه. شو علي؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، عود اشرب شاي معنا. اهلين علي. اهلين علي. لقينا حل الموضوع تبع جيلان. عن جد؟ وشو هو؟ ان شاء الله يكون خير. مين؟ نعم انسه. كيف؟ طيب ولا يهمكم، نحن ربع ساعة ومنكون عندكم. شكرا لك. لك شوفي. ييت قال أنستو متضارب مع رفقاته وبدايانا نروح. معقول يعمل هيك؟ تا
طيب خلينا نروح ونشوف شو هي المشكلة. براك وجيلان بأمانتكم، بخلصوا بحاكيكي. طيب ماشي، بس لا تنسوا تطمنوني وتخبروني ليش هي تعمل هيك. ماشي بخبرك. بالإذن. شو رأيك نقوم نحنا كمان؟ يعني مو حلوة قعدتنا صح؟ ايه طبعاً طبعاً، ايه منقوم. تفضلي. بالمناسبة جيلان وبراك وينهم؟ قاعدين بالمكتب عندي، تركنا براك تشرح الوضع كله لجيلان. أنا حسب ما فهمت إنه جيلان مو بنت لنفس. للأسف لا. منيح، وأخيراً في حدا منكم شرف. أمي، ما رجع طاهر؟ ما بعرف. طيب وين نفس؟ أنا شو بيعرفني؟ اجت أسماء وبراك صارت تبكي وبعدين راحوا كلياتهم. في شي عم بيصير، بس رح تطلع ريحته. يا الله، واسية كأنها مو هون. أصلاً هي مرتك ما حدا بيقدر يحبسها بالبيت، نزلت على السوق تشتري أواعي. كلكم طلعتوا من البيت وتركتوني لحالي. إذا بيصل لي شي أو بموت مثلاً ما حدا فيكم حيعرف. لك يا أمي لا تبلشي حكي، كرمال الله روقي شوي وروقينا. ليكا. ها؟ أوه مصطفى، أنت شو اللي رجعك على البيت بكير هي؟ لما بدي تنزل على السوق بتلاقيها راكدة، بس بشغل البيت ما بقدر، بتعب، أنا حامل يا خانو. لك يا عمي فهمنا، مشان الله خلاص. ليك لما موت ما بدي حدا منكم يبكي علي، حلوا عني. أستغفر الله. آسية؟ حبيبي مصطفى شوفي. ما في شيء ابدا، بس داخلي بالشركه وقلت بجي على البيت لارتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام عمي مدحت، اهلا وسهلا. اهلا فيكي اسيه. انا رح احط الغراض جوا واعمل لكم فنجان قهوه بسرعه. لا يسلموا، ما في داعي. لا شو هالحكي، رح اعملها. ايه اعملي، تعود واللي شبك. انت بتعرف ليش كانوا باعتين وراي بالمخفر؟ وانا كيف بدي اعرف؟ شوفي، مشان انتقل على مخابرات ملاطية، مع انه باقي لي سنة لأتقاعد. ايوه، وليش لحتى ينقلوك هلا؟ ما بعرف، بس بعد ما شفتك بالأوتيل رحت لعند فيدات وحكيت معه. يمكن هو له ايد بهالموضوع. كلنا بنعرف انه اصحابه واصلين، واكيد بده يبعدني عن طريقه. اسمعني مصطفى، انا اتصلت بهذا التافه بس ما رد، والشباب قالوا لي سيارته كانت قدام مطعم بالسوق. الشيء الغريب بالقصة إنه أنت كنت بنفس المكان، شو كنت عم تعمل هنيك؟ في شيء ما نو مخليني مرتاح. ما عملتوا شيء مصطفى، ما هيك؟ شو بدنا نعمل مثلاً؟ مو خبرناك؟ الرجال هو بعت ورانا، بس كان عم يضحك علينا، لا حدا إجا ولا حدا راح. طيب أنا لازم أمشي. لوين رايح ولا هو؟ بدي امرق على البيت اول شيء، لازم بلش حضر حالي، وبعدين الله كريم. ايه يلا بخاطر. بامان الله. انتبه على حالك. من الصبح في جواتي شعور بشع كتير، حاسه بتقل جوات صدري وما عم اعرف من شو. النفس ما عم بقدر اخده. ما تاكلي هم، ان شاء الله ما بيكون في شيء. انت حتضل جنبي مو هيك طاهر؟ كل اللي بدي اياه انه لاقيك معي دايما طاهر، اصحك تبعد عني. المهم لما مد ايدي اقدر اوصل لك، ولما دير ظهري اعرف انه انت حتكون ساندني. يا ترى هو ليش اتخانق مع رفيقه؟ وأنا كمان متفاجئة، أنت أكتر حدا بيعرفه، ييد طيب وما بيأذي حدا بنوب. انجبر لسنين يتحمل عنف فيدات،
لهيك إذا بسمع صوت عالي بخاف. شبكي لا تكبري على القصة، هو ولد وعادي إذا تخانق، بعد دقيقتين بتصالح هو ورفيه وبيرجعوا يلعبوا سوا. طاهر شوفي، برأيك أنا غلطت معيتي بشي شغلة؟ نفس اسمعي، ليك الإنسان أحياناً ما بيندم على الشي اللي ممكن يكون غلط فيه وبس، بيساوي الصح وبيكون متأكد إنه الشي اللي سواه هو الصح بس بيندم، وبصراحة بيكون مضطر إنه يخبي ندمه وبيتحمله هو ساكت، لأنه بيكون ما في عنده حل غيره. خير، شو اللي جابك له؟ الرجال اللي قلعته من بيتك بالجفت، بعد يومين قلت له تفضل خد البنت. تعرف شو نتيجة اللي عملته؟ آه؟ لا عم بقدر شوفه للنظر ولا عم بقدر اسمع صوته. إمتى ما بروح بيقولوا لي مو هون راحت، ما عاد اتحمل. اتصل فيه هلا، بدي روح شوف بنتي. إذا بتوطي صوتك أنت وعما تحكي بيكون أحسن. أنت لو بتقدر تحس بالنار الشعلة بقلبي ما كنت بتحكي هالحكي. قبل ما أشوف بنتي وأسمع صوتها ما رح أرتاح ولا رح أتركك أنت ترتاح، عم تفهم؟ اتصل يلا. اتصلت ألف مرة، يرن يرن وما حدا يرد. إذا كان مو حابب يحكي معي هو حر، أبداً ما بيهمني، بيهمني شوف بنتي. ما عم يرد. لا ما رد، روحي على البيت. انت ما سمعتني شو قلت جميل؟ اه شو كنت عم قول؟ الواطي فيدات ضرب نفسه وعذبه، وبالاخير المخلوقه هربت من شره واجت لهون. سمعتني؟ قول جميل، قلي هلا شو لو كان عم يعمل ببنتي نفس القصه. يعني برايك اذا بعرف انه لامس شعره وحده من نظر رح اترك يعيش ثاني وحده بعدها؟ مشان الله يا جميل جيب لي بنتي من عنده. فهمت، خلصنا بقى، روحي على البيت وأنا شوي ولاحق. شو يا ديب قلي؟ رح نضلنا ساكتين هيك؟ ما بدك تحكي لنا شو الموضوع؟ ليش ضربتوا لرفيقك شوفي؟ لا هالولد أبداً ما نرفيقي. ايه بس انتو بنفس الصف يا بطل. ايه وإذا بس هو ما نرفيقي. حكي لنا شو صار؟ كانوا عم يعملوا طيارة ورق، أنا حبيت الشغلة وقررت أعمل وحدة مثلهم وما طارت، قاموا صاروا يضحكوا علي، قمت أنا دفشته بس ما ضربته، هو وقع لحاله. هي كل المشكلة يعني؟ لأنه طيارتك ما طارت قام رفيقك صار عملتهم إنه هو ما له رفيقي. إيه خلص هلأ صار اللي صار. لك أنت كيف بتساوي هيك شي؟ فهمني، شو لو صار شي لرفيقك لما دفشته على الأرض؟ يعني مثلاً خبط راسه بحجرة، ما كنت رح تزعل عليه وتندم؟ فهمني أنت كيف بتعمل هيك شي بس كرمال طيارة ورق؟ نفس خفي شوي على الولد ما تزوديها. اسمعني، رح تروح وتعتذر من رفيقك، وما بدي اسمع إنك تخانقت مع حدا، عم تفهم؟ بس هو تمسخر علي. طيب لكن بتعتذروا من بعض. نفس تعالي معي شوي، ليش معصبة هيك؟ طاهر فهمني، لك أنا كتير حاسة بالخوف، يعني المشكلة إنه ييت ربي على العنف كل عمره وهلأ عم تفهم علي مو هيك؟ أنا حاسة بالخوف إنه بس يكبر يصير. اهدي شوي اهدي شوي، تذكري إنه أنت ربيتي ابنك بمحبة كبيرة نفس، وهذا الحب اللي جواتك بيقدر على أي شر. اسمعني يا بطل، أنا عندي فكرة، رح علمك كيف تعمل طيارة ورق. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه طبعاً عن جد، رح نعملها مع بعض وبعدين سوا رح نطيرها. إيه إمتى؟ شو إمتى؟ اليوم بعد شوي. هيك بسرعة؟ إيه كيف لك؟ هلأ أنت بتروح مع ماما على البيت وبتحضروا غراضكن، وأنا بعد شوي بجي لعندكن وبنطلع سيران حلو. من كل عقلك؟ إيه طبعاً، الشغلات الحلوة ما بتتأجل مو هيك يا بطل؟ طاهر أنت جد عم تحكي؟ الو اهلين اسماء، براك شرحت لها لجيلان الموضوع. أه كيف هلا؟ قصدي جيلان. شو متوقع؟ متفاجئه، رح خليهم يناموا عندي اليوم. ايه بيكون احسن.
عندك بالبيت أريح لهم. أختي أسماء؟ نعم. شكراً كتير إليك. ولا يهمك، نحكي المساء. قرب شوي. يلا لشوف، نطلع عندي. يلا. أوبا، افتح جناحاتك، هي الطيارة الحقيقية، شفتها؟ ألو، إيه طاهر وينك؟ جبنا ييت من المدرسة وجايين على البيت. إيه، يلا تعوا. مصطفى، رايحين سيران، حضروا حالكن. شو؟ لوين بدنا نروح؟ سيران أخي. لك منين جبت لي فكرة السيران؟ سيران شو؟ لك شو أنت حالف يمين إنه تجنني ولا؟ أخي عم سوق هلا، ما بقدر أحكي معك منيح، خلص بس شوفك منحكي. اسمع. حسبي الله. مصطفى؟ اليوم مانك على بعضك، لا تكون مريض أو في شي قصة. مصطفى، انت وضعك مو عاجبني أبدا. إذا مخبي عني شي مشان ما أزعل قلي، ما تخاف. في شي مشكلة بالشغل عندك؟ عصبت مني لأني جبت غراض مو هيك؟ مصطفى والله ما صرفت كتير من البطاقة تبعك، بس أخذت مبلغ صغير شوي. أنا فهمت أنت عصبت لأني اشتريت أواعي ما هيك؟ يا مرا، ليش بدي عصب عليك إذا اشتريت لي أواعي بالله؟ ليش أنا كرمال مين عم بشتغل؟ يا ربي دخيلك. شو صاير لك مصطفى؟ فهمني. ما في شي أبدا، مخنوق شوي مو أكتر، هيك ضايج ومالل شوي. صحيح رايحين سيران؟ شو؟ هلا حكيت مع المجنون وقال إنه رايحين سيران. وبالله من وين طلع بفكرة السيران؟ أنا شو بيعرفني؟ بتعرفي جنان ولا طاهر؟ ما حدا بيفهم عليه وهو ما بيشرح يلي براسه. اليوم كل العيلة رايحين على السيران، لبين ما نطلع من الصلاة بتكونوا حضرتوا حالكن، ومنشان الطيارة الورق لازم أغراضها يكونوا جاهزين، منشتريهم هلا نحن ورايحين. يا سلام، نحن اليوم رايحين سيران. طاهر، من وين طلعت بقصة السيران هلأ؟ بدنا نعمل طيارة ورق ليت، مو هيك يا بطل؟ ايه طبعاً، وبدي اياها تكون كبيرة. أكبر طيارة لعيونك. طاهر، الولد متخانق مع رفيقه ودافشه، وانت بدل ما تعاقبه على اللي عمله بدك تكافئه؟ نفس، روقي شوي، شو صار يعني؟ ما تزوديها. قلي يا بطل، شو بدك لون الطيارة؟ بدي اياها حمراء. ايه ها يا عيني عليك، دخيل هاللون شو بحبه، وبنعمل الدنب أزرق. بعدين بتاخدها معك على المدرسة وبتقلن شوفوا كيف عملت طيارة حلوة وكبيرة. ايه، وعلم الولد على الكذب كمان لشوف. لك هذا مو كذب نفس، رح نعملها مع بعض، مو هيك يا بطل؟ ايه طبعا، هي مانا كذبة. طاهر، انت بدك تجنني ولا شو؟ لك معلمتنا خفتي علينا شوي، شو صار لك؟ حتى انست الرياضيات ما بتخنقنا هيك. نفس؟ نعم طاهر. انت تركت المدرسه بالعاشر ما؟ اي صح. طيب اسمعي، مو صار في تعليم مفتوح للثانوي كمان؟ شو رايك تسجلي؟ بتطلعي كل موادك، ها؟ شهاده بكالوريا، بعدين بتحضري لامتحان الجامعه، المخ مثل الساعه شغال ما شاء الله عنك. مانو شي صعب، بهالفتره بتشتغلي عند اسماء، كنتي مبلشه عنده وما احلاكي. شو رايك؟ هلا كيف خطر على بالك هالموضوع؟ انت شو بدك بهذا الحكي كله؟ شو رأيك الفكرة حلوة ما؟ يعني حلوة بس. خلص ما في بس بنوب، أحسن من القعدة بالبيت والمناقرة مع أمي. آسية مرت أخي بتعرف شلون تتعامل معها، بس أنت ما كنتي تعرفي كيف. أنت عم تتمسخر علي كأنه؟ لا والله. أمي هتروحي مثلي على المدرسة؟ إيه هذا اللي رح يصير يا بطل، رح نسجلها بالمدرسة، تقعد أنت وأمك وبتصيروا تدرسوا مع بعض. طاهر حاج غلاظة. مجنون وما بتتغير. ها وصل المجنون. عم مصطفى رايحين سيران ورح نساوي طيارة ورق. قالوا لي يا حلو، قالوا لي. مرت أخي، يلا حضروا حالكم لبين ما نرجع من الصلاة. تفضل أخي. يلا أنا حروح بخاطرك. الله يتقبل منك مصطفى. منا جميعا آسية.
عن شو كانوا عم يحكوا؟ وين حنروح؟ رايحين سيران سنية خانم، عندك مانع؟ كمل النقل بالزعرور، والله هذا اللي كان ناقص، اجا هالسيران لتكمل معنا. يعني ليش لا يا خانم؟ شو بنا خلينا نروح نتسلى. وانتي الروحات والمشاوير من السما بدك ياهن. شو بدنا ناكل؟ خلينا نعمل كفتة للسيران، الكفتة طيبة. اسم الله بتحرك مثل البهلوان، كأنما لحامل. علي هلأ بتدقوا بتخبر أسماء إنه رايحين سيران كل العيلة سوا. لا يا صاحبي، لا لا مو بكرة ولا شيء، اليوم. حاش حكي، روح خبرها، يلا تحرك. ولك طاهر، ولك طاهر، أنا قلبي شعلة في النار وراسي عم ينفجر وعم فكر اخبطه بشي حيط، وانت جيت قال طالعين سيران وطيارات ورق. لك شو جنيت؟ أخي هي آخر ساعاتي برات الحبس، اتركني انبسط فيهم شوي، ما رح شوفكن لسنين طويلة. حابب يكون عندي ذكرى زيادة اتذكرها لما اتسطح على تختي بالحبس، فهماني؟ ما بتتغير، بتضل مجنون. ايه يا جماعة، رح اسألكن سؤال. الكل أكيد عم يقروا بالجرايد وعم يتفرجوا على التلفزيونات، كل واحد إيده بخوانيق التاني، كأنه لا وقف تعنيف المرأة ولا تعنيف الحيوانات، كل الناس ناطرين الفرصة لحتى يهجموا على بعضهم. شو صار لتاريخ الرحمة اللي عنا، رحمتنا اللي ساعدنا فيها عساكر وجنود العدو اللي تصاوبوا معنا بكل الحروب؟ نحن ايمتى خسرناها؟ من ايمتى الانسان اللي طلع على السطح لينتحر؟ من ايمتى منصفق له ومنقول له نط نط ومنصوره بالتليفونات بدال ما نساعده اثناء الصلاة ولما تكون ايدنا مرفوعة للسماء؟ شو اول دعاء منطلبه من رب العالمين؟ نحن منطلب الشفاعة والرحمة، ما هيك؟ نحن ناطرين شفاعة لا متناهية ورحمة ما لا حدود من رب العالمين. ونحن يلي قدامنا حتى إذا كان عدونا كمان عم نتقرب منه بالرحمة. بالآية الثانية من سورة القيامة شو بيقول الله عز وجل؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة، بس غروركن أعمى وجشعكن أطرش وغضبكن أخرس، ضميركن اللي لوتوه بكل هدول رح ينطق، رح يشهد ضدنا. لا تسمحوا لقوم من الظالمين إنه يجبروكن على المعصية أو الظلم، كونوا عادلين لأن الله أقرب إلى أهل التقوى. خافوا الله، الله عز وجل على دراية بما تفعلون. سيدنا علي بيغلب أحد الأعداء في أحد الحروب، بيرفع سيفه على وشك أنه يقتله، بيقوم عدوه بيبصق أمامه كرم الله وجهه، سيدنا علي بيوقف بينزل سيفه وبيغير رأيه وما بيقتله للرجال، وبزت السيف على جنب. بيتفاجأ الرجال بيقول له كنت رح تقتلني، ليش غيرت رأيك؟ سيدنا علي طلع وشه للرجال قال له كدت أن أقتلك لأنك عدو الله ولست عدوي، أما الآن وقد بصقت فقد صرت عدوا لي. الغضب كان ممكن يجرف سيدنا علي ويقتله، ومع ذلك رمى سيفه على الأرض وراح. مثل هاي القصة بتفهمنا حتى بحرب الدفاع عن الحق من المفروض ما تتلوث نفوسنا بالغضب والمعصية. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فوت إيدك. ماما؟
خالي براك وجيلان وينهم هلأ؟ خليهم يروحوا معنا على السيران. حبيبي براك وجيلان راحوا على السوق يجيبوا شوية غراض. ايه طيب اتصلي فيهم ليروحوا معنا. رح تعمل طيارة ورق؟ ايه كتير كبيرة هيك عمو طاهر قال لي. طيب يلا لشوف قربوا يوصلوا كلهم. انا نازلة لعند خالي قاسية شوي لحتى ساعدة ماشي؟ يلا السلام عليكم. جمعة مباركة يا خيس. الله يتقبل. جمعة مباركة. الله يتقبل من الكل. منا ومنكم يا رب. أهلين. ها ليك عمي. ها هذا المجنون يلي واقف قدامك طلع لنا بصة غريبة هلا. شو خير إن شاء الله؟ رايحين سيران. إيه لا عمي منروح ومنتسلى. مراد فاتح مراد وينه؟ من شوي كان واقف جنبي وما عاد لقيته. طيب نحن خلينا نروح على البيت ما بدنا نتأخر. يلا يلا تفضلوا. لا تجرجروني وراكم. شو هالحركة؟ ما تحكي هيك امشي يلا ما لا طعم الروحة بدونك. تفضل شو بدك؟ شو لوين رايحين؟ رايحين لمكان مو رايحين. امشي يلا. مدحات تقبل الله شرف. افتح لنا هالباب. بعتذر صعب. قلت لك افتح هالباب يلا. ما في نيابي. ولك افتح. حابب اوصك يعني؟ ها؟ نظر! بنتي! نظر وينك؟ يا عمري يا روح أمك أنتي غليان قلبي عليكي. لك ألف الحمد لله. قولي لي بنتي شو بوشك؟ شو صاير؟ ولا شي حبة ما فيها شي. تفضلوا قعدوا أمي. عود يغزي العين. من وين اجتك هالشطارة؟ المحاشي والكبب والفطاير والبرك وغيره وغيراته صاروا جاهزين بسرعة. مو على أساس كنتي تعبانة؟ خير ثانية خانم قولي شو بدك؟ سلامتك ولا شي. ما شاء الله وقت السيارين بتصيري أشطر وحدة. ايه أنا أشطر وحدة بس ما في داعي تعرفوا. شو جاهزين؟ الأغراض جاهزين ونحن جاهزين معه. معناها الله معكم. يلا مع السلامة. أمي شو قصدك بهالحكي؟ لا ما منروح بلاكي. ما بدي روح. شو دخلني بالجبال والسيارين؟ أنا بقعد ببيتي بكنكن وبرتاح. سنية خانوم الله يخليكي الأولاد مبسوطين لا تنزعي لهم هالمشوار. لا ما بدي. عزية اللي نعم مصطفى. خلص بقى حبيبتي لا تلحي عليها كتير لأمي انت التانية. مرة كبيرة بالعمر تركيها بحالها. ما بدنا كمان نتعبها بهيك مشاوير. يعني لا فيها تنط ولا فيها تلعب. دوبا قدرانها تمشي. أمي ضلي هون مرتاحة بلا ما تتعبي. عني عم تحكي؟ اي لك الرايحة. اي يلا هاتوا الأغراض. هات عنك ولا تنسوا البطيخ والفواكه. وليك مصطفى نحن رح نجيب الأغراض تبع الطيارة ولاحقينكن. امشوا شباب. هات شغلة عنك. الظاهر ما عندك كاسات الشاي الصغيرة؟ لا والله بابا بس كنت ناوي أجيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميل هلأ وقت الكاسات؟ بنتي والله انشغل بالي كذا مرة اجيت لعندك ساعة بيقلولي بالسوق وساعة مدري شو وعلى تليفونك ما عم تجاوبي. شريحة تليفوني مضروبة صار لفترة. هلأ بعطيك الرقم الجديد اللي جبته. طيب فيدات وينه؟ عم بدقله كتير بس ما عم يرد على التليفون. وأنا شو بيعرفني بابا؟ على الأغلب برات البلد.
مقضية كل الوقت سفر قليل لحتى أقدر شوفه، وهيك عايشين. أختي شو أخبارها؟ كنت محضرة حالي لحتى أروح شوفها اليوم. ماما خلينا نروح على بيتنا، وأصلاً بابا ما بيحب يشرب الشاي بالفناجين الكبيرة، نشرب الشاي بالكاسات الصغيرة تبعنا مو أطيب؟ هيك منيح، حطها لهي. اها، ثبت لها الشريط الزرقاء هون معها. تمام، كلهم صاروا مربوطين ببعض وجاهزين. شوف شو صارت حلوه. حلوه كتير. لازم تطلع حلوه، مو انت اللي سويتها يا وحش. انا منيح. ايه صح، روح اسال الماما وين حاطه خيط الطياره. ماما، ماما الطياره صارت جاهزه، اعطيني الخيط تبعها. طاهر اسمعني يا أخي، هذا التافه إذا رحنا بالليل طالعناه ورميناه بالبحر مو أحسن؟ ما فيني أبعتك على الحبس، فهم؟ أخي شو اتفقنا؟ اللي عم تقوله مستحيل. مين اللي قالك؟ مو ظابطة كمان نزلته بالبحر؟ لكن ندفنه حي ظابطة؟ فهمني، مو هذا خلافنا، أنت كنت واعدني. خليك على وعدك وأنا ما بدي شيء. أيه. شو يا حلو؟ خيط الطيارة. يسلموا إيديك حبيبي. يلا نكمل. أهم شيء هلأ إنه نركب الخيط بقوة. أها. عمو مصطفى شو رأيك بطيارتي؟ حلوة ما؟ كتير حلوة. خليك بالسيارة. شوفي شو بدك تضل واقف هيك بنص الطريق؟
ايه ليكون مو عاجبك. مو خايف ادعسك يعني؟ معلش دعسيني، شو يلي بيمنعك؟ بعد عن طريقي مراد. ولك الطريق اللي انت رايحة فيه مو منيح. لك انت شو دخلك؟ روح من وشي. ضروري نحكي. ليش؟ بس هيك نحكي بالأول بعدين بتعرفي. ايه ماشي، بس لآخر مرة لو سمحت. خلاص آخر مرة موافق. منروح على الجسر ومنحكي. ايه اوكي. بدك تضل تشد وترخي مثل الصنارة. تتذكر شلون علمتك عليها ما هيك؟ خود جربها انت. امي شوفي الطيارة تبعي، ليكي قديش صارت عالية. تعالي بلم، تعي مسكي هاد لشوف. علوها قد ما فيكن. ايه كنت كتير حاول خليه يبتسم، كان يضحك، كان يضحك معي بس مشان يراضيني مو أكتر. بس اطلع عليه هلأ ليك قديش مبسوط وعم يضحك من قلبه. بترجاك بكفي. شو قصدك؟ قصدي هاي الحركات. لا عاد تلحقني. ليش؟ لك انت ما بدك تبطل عناد؟ ما رح ابطل. لك انا عم احكي مشانك يا اجدى. شو يعني فيدات رح يجي ويقتلني؟ ايه بيساويه، وبتعرف انه بيقتلك. يقتلني ما بيهمني. بكلمة منك كل شي بينتهي نظر. وشو هالكلمة؟ شو هي؟ قوليلي ما بحبك. قوليلي اياها مرة واحدة، وقتها بوعدك ما عاد تشوفي وشي ابدا، ولا حتى تعرفي عني اي شيء، ولا تسمعي باسمي. بس قوليها بالاول، مرة واحدة، قوليها مرة واحدة. بظن هلا صرت تعرفي شو فيني اعمل. ما هيك ولا بتحبي اشرح لك مره تانية؟ او اذا بدك كمان فيك تصيري مثل اختك مرجاني. اسمعي، اصحك تجيبي سيره لاي مخلوق، كل الناس المفروض يشوفونا عائله مبسوطه وسعيده. لازم تنتبهي لهذا الشيء كتير منيح، ويكون بعلمك ماني مبسوط بهذا الزواج، بس مضطر اتحمله، وانت كمان رح تتحمليه، بس اذا غلطي غلطه وحده رح تبكي بدل الدمع دم. اول واحد هو مراد، ومن بعد مراد رح تشوفي عيلتك ورفقاتك عم بيموتوا واحد واحد قدام عيونك، وانت بتعرفي انه فيني اقتلهم ببساطه. بس بدي اياكي تعرفي انه فيني اعمل شغلات تانية كمان، فيني اعمل شغلات حلوة. انا بدي اعالج لك اختك مرجاني. عم بسأل، في جراحين مختصين برات البلد، عم جرب هلا اتواصل معهم. والخيار بايدك انت نظر، انت قرري، يا بتاخدي الورد وبتحطيه على قبر مراد وعائلتك، يا اما بتطلعي انت ومرجاني وبتتمشوا سوا واطفوا ورد. عجبتك الفكرة ما هيك؟ بدي اياكي تكوني مبسوطة. اوعك تخبريها شي هلا لمرجاني، خليني اخذ موعد وبعدين بتخبريها اذا بدك.
مثل ما انك شايفه عم حاول اعمل كل شيء لتكوني مبسوطه، فبتمنى انك ما تزعجي هالزلمه اللي عم بيحاول يساعدك، عم تفهمي؟ يا حبيبتي وروحي. بس مرة، مرة واحدة بس قوليها، قولي أنا ما بحبك. يلا نظر، صدقيني مو بس رح أتركك ورح أترك البلد كله. طيب ومين قالك إنه بدي إياك تسافر؟ أنت بتحبيني يعني؟ لا مو هيك قصدي بنوب. لك حيرتيني، شو بدك؟ أصلاً ما في شي بيجبرني إنه أقول لك هديك الكلمة. لا مجبورة، إذا ما بدك يعني ضل عم بلحقك، لازم تقليلي مراد أنا ما بحبك. ما بحبك؟ شو مفكرة القصة هيك بهالبساطة؟ أنا قلت لك ياها لأنه أنت يلي قلت لي أولى وما اقتنعت. هلا أنت عن جد بتحبني؟ طبعاً. وشو بدك؟ بدي نكون سوا. اسمعني، اللي بيحب التاني بيخاف إنه تجرحه النسمة وما بيتمنى له الزعل. ما بدي إياك تزعل، بس في أمور أنت لازم تفهمها، سواء رضينا أو ما رضينا. أنا متزوجة هلأ، ترضى يقولوا عني إني عم قابلك بالسر؟ ترضى ينحكى عني إني خاينة وفلتانة؟ فهمني. رح ألعب معيت بالطيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. آسية؟ ايه؟ لوين يا عمري؟ بدي اركب على المرجوحة مصطفى. ولك لا تقومي توعي ويصير لك شي هلا، ارجعي لمحلك وبلا الحركات. لك الله يصبرنا، وقت المرجوحة هلا. ايه يعني اشتهيت اتمرجح شو ممنوع؟ لسه لحقيني على التعسة. ايه؟ ما كان ناقصنا غير تتوحم مرتك على المرجوحة. يا بنتي اسمعي الكلمة، الجماعة ما عم يغلطوا، انت حامل ديري بالك. جاي عدي محلك وخلصينا بقى يا. ايه طيب خلص فهمنا. علي؟ علي؟ معلم نحن جعنا وعصافير بطننا عم تزقزق، قلن يجوا بسرعة. شباب يلا الصفرة جاهزة ناطرينكم. ماشي بس تعال اقعد هون شوي. منشان شو؟ تعال جنبي، تعال اقلك شو القصة. مو كأنك طولت هون؟ اجيت بحجة الإجازة وما عاد تعرف ترجع. خلاص لكون عم تقل عليكم. معلم ركز معي وبلاها هالحركات، نقلت تعيينك لهون وما خبرتني أي شيء. بس مو علي، معقول ما تقلي وأنا بكون رفيقك وصاحبك؟ بتعرف لولا أسماء يمكن ما كنت شفتك كمان. لا هو اللي صار. خلص لا تبرر يعني، هيك ما بيمشي الحال. بس نرجع اليوم نروح ونطلب إيد أسماء بشكل رسمي، موافق؟ وهيك ما بيضل لك حجة. دخيلك يا الله. خلص ما تاكل هم، يلا هلأ قوم خبر أسماء مشان تحضر حالها. بهالبساطة هي؟ لكن نروح خبرها وفاجأة. دقيقة طاهر، منتبه على اللي عم تعمله؟ رجعتني عن دراسة وحتلاقي لي شغل ورح تزوج علي كمان. طاهر احكي لي شو اللي عم تعمله؟ نفس. ها؟ الواحد إذا جاع ما عاد بيسمع. يلا قومي، ما عم بسمعك منيح. إيد بلم، تعالوا على الأكل. لك حتى ما جاوبني على السؤال. شرف تفضل عود. تحت. يلا يلا. فاتح. نعم. خذ من إيدي هالصحن، يلا بسرعة. هات يلا، مسيك. بعدي هيك بقى حتم بتجهز. شو لسا؟ كأنه فاضي قالون، ما ضل مي بنوب، إذا بدكن بروح بعبي. إيه والله فضيل قالون. ليك يا أسماء روحي أنتي وعلي وعبولنا مي، الله يرضى عليك. عيب نترك الزلمة يعبي لحاله، مانا حلوة. قومي يلا تحركي روحي مع الزلمة عبولنا مي، شبيك كلياتنا عطشانين. في نبعة بآخر الطريق، عبيلنا هذا منا بعد إذنك. طاهر مسك كل هاي. الله يسلم إيديكي مرتخي. يلا عمي تعال عودي. يعطيك العافية يا أخي.
أسماء؟ إيه علي؟ كيفك؟ أنا منيحة. منيح. أسماء؟ جاوبتك. لا مو هاد سؤالي. شو في لك؟ طاهر هالزلمة يا حباب، قصدي على طاهر، مع أنه أحياناً بيجن شوي. ليش شو في؟ اليوم المساء رح يطلب إيدك. ليش لا يطلب إيدي؟ مشان جوزك. لك مو هيك يا أجداد، مو هيك بينحكى، خليك على طبيعتك وبس. أسمع شو في هلأ؟ بصراحة أنا بس أتلبك ما عاد أعرف أحكي. يلي لازم أقوله بنسى أقوله، والشي يلي ما لازم أقوله بضل بقوله. بتمنى تطولي بالك علي. موافقة. على شو؟ موافقة أنا. يعني موافقة وبتعرفي شو الموضوع؟ موافقة؟ قولي والله. وحياة الله. وأنا كمان أنا موافق. شو وين المي؟ وين شو؟ المي؟ رجعنا ونسينا الجالون. الجالون. خلص أسماء خليكي هون. يلا معلم نحن عطشنا، عطيناك الجالون لحتى نشرب منه مو لحتى تعبي مي وتتركه هنيك. يلا روح جيبه على السريع. خلص خلص رح روح جيبه وارجع بسرعة. ماشي ما بطول. أسماء يلا كلي. لوين رايحين؟ براك شبك، ليش مالك على بعضك؟ براك استني شوي وفهميني شو القصة. أخذ أغراضك ومعصبة، كمان أخذ جيلان معك، لوين رايحين؟ أنا بدي أهرب، رح أخذها وأهرب. أوي بيلوتلر بيلوتلر Yaprak bağla donuz mi? Yaprak bağla donuz mi? Ben giderken ağladım, siz de ağladınız mi? Siz de ağladınız mi? Ben giderken ağladım da, siz de ağladınız mi? Siz de ağladınız mi? Oy doruklar, doruklar, kozalaklar oldu mi? Kozalaklar oldu mi? Kozalaklar oldu mi? Ben murad alamadım, acep yarım aldı mi? Acep yarım aldı mi? Ben murad alamadım da, acep yarım aldı mi? Acep yarım aldı mi? Oo. Oy çimenler, çimenler, evelekler oldu mi? Evelekler oldu mi? Bu sene gelemedim, haşi çayı doldu mi? Haşi çayı doldu mi? Bu sene gelemedim da, haşi çayı doldu mi? Haşi çayı doldu mi? طيب لوين رح تروحي؟ لنفترض هربتي واخدتي جيلان، وبعدين مو انتي اللي قلتي لي غلط ما يكون عندك هدف؟ هلا عم تغلطي الغلط نفسه، كمان اخده معك بنت صغيره.
أنا بعرف إنه لازم فكر بالعقل وبالمنطق مراد، بس كمان عندي قلب، جيلان أملي الوحيد بالدنيا. لو سمحت فهمني، ما فيني ضل هون. ومين قال لك إنه هذا هو الحل؟ مراد، أنا مضطرة آخذ جيلان بسرعة وأهرب، بس بعدين كيف بدي أعرف من فيدات مكان أمي؟ فيدات الحقير دائما له إيد بكل شيء. أنت هلا لوين أخذتيها لجيلان؟ وين رح تسكني؟ إذا مالك سائلة عن حالك، على القليلة فكري بهالطفلة. طاهر، بتعرف شو؟ أول مرة طلعت سيران كنت بالإعدادي، ومن ورا ظهر أبي أخي وقت اللي ساعدني، كان حلو. تعرف، بتشكرك من قلبي لأنك بتضل بتفرحني أنا وييت، بتعمل المعجزات لحتى تفرحنا. طاهر، أنا بموت فيك. أنا يلي بدي أتشكرك يا روحي. طيب أنت ليش لا تتشكرني؟ أنا أصلاً ما عم جيب لك غير المصايب والهموم. يا ريت تعرفي قديش بحبك، وانه انا بلاكي ما بقدر اعيش ابدا. تاكدي طول ما هالروح موجوده جواتي رح تضلي حبي الوحيد، حتى لو كنا بعاد عن بعض. اصحك، ما في تبعد عني، ممنوع. خلصونا، شو مو ناويين تقوموا تضبوا غراضكم؟ صارت الدنيا عتمة، أخذتوا راحتكم زيادة، لسه عنا طريق الرجعة. ما فيكي ما تنقي سنية خانم، كأنه ما في غيرنا هون. يا بنتي، سنية خانم ما غلطي، بصراحة تأخر الوقت وصار لازم نرجع على بيوتنا. عمي عثمان، خير بنتي؟ بدي أحكي شوي معك. امشي معي. تعي. علي، طاهر ونفس وين راحوا؟ ما بعرف. لا تخاف عليهم مصطفى، ليكن اجوا. طاهر، بس شوي. خير، شو القصة؟ أسماء، عم تخبر الشيخ عثمان وهي تحقق حلمك. أول ما توصل على الضيعة بتروح وبتلبس طقم مرتب وحلو، وجيب معك محابس وشوكولا وباقة ورد، وأنا رح كون معك، فلا تخاف من شي ولا تاكل هم. هالشغلة مو سهلة، أنا رح أروح. إيه يلا. شباب يلا، يلا عليكم لحتى نضب الغراض مع بعض. يلا، مل منقل معي. تكرم. يلا. خلص أنا بضبهم. يسلم إيديكي. ما كان لازم ألعب طابي، والله تعبت كتير. هالمرة ما عذبني أبداً، نام أول ما حط راسه عم خدته. دخيل قلبه، المهم عندي أنه انبسط. يلا يا زلمة، وينك أنت؟ يلا دقيقة رح أوصل. يلا استعجل، كلياتنا قاعدين وناطرينك. شو صار معه؟ ليكو رح يوصل. وينه مراد؟ كأنه حدا التاني مختفي كمان. وينه فاتح؟ بيكون على الطريق، حكيته من شوي وقال جاي. منيح. استغفر الله واتوب اليه. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلين بالعريس، تعال فوت لجوا فوت. شكرا علي، سلمون. شوفي، ليش هذا لابس أواعي جديدة وجايب معه باقة ورد وجاي هلا؟ حماتي طولي بالك كرمال الله. أسماء بنتي، خذي الغراض من إيد علي، الله يرضى عليكي. الورد. إيوه، إيه هيك القصة، فهمتيها؟ منيح، برافو.
كفي هيك، يلا عود، الكل انتبهوا عليك انك متلبك. عفوا آسية، وانت كمان اسماء. يلا اقعدوا. تفضلوا. وانا قايمة. ايه يلا امي، روحي معهم انت كمان. فاتح، ليش عم تضحك؟ ولا شيء أخي، ما في شيء. طبعاً ما في شيء، ما في شيء أبداً. الخواتم جبتون؟ منيح. هالصيفية طولت شوي كأنه. طول عمر الصيفية هيك، بتطول لتجي وإذا أجت ما بتروح. شو بكتير اليوم كأنه ما هيك؟ من الصبح لشو هالحركات؟ كل وحدة لاحقة التانية وعم تحكوا سوا بصوت واطي، كله مشانك. بس براك شو دخل بهالقصة؟ هذا اللي مو فهمانته. بالله اي مو ضروري تفهمي شو صار. صحيح، هلا البنات وين راحوا؟ براك والتانية جيلان او مدري شو. اليوم رح يناموا عندي بالبيت خالة سنية. منيح. صراحة ما عاد عم بفهم شي على هالختيارة، طول النهار بتلاقيها عم تتزورن للبنات، ووقت اللي ما بتشوفهم قدامها بتصير بتسأل عنه. آسيا سكري عن الموضوع. ليش عم تحكوا بصوت واطي؟ علوا صوتكم شوي. معلش لا تؤاخذينا، عم نحكي مع أسماء. ليكي حطي له ملح بفنجانه. لا بلا الملح. لا مبلا مبلا. شبيك بلا حطي. أصلا هالشغلة من العادات والتقاليد عنا، مو مزبوط؟ طبعا كيف لك، لازم نحافظ على العادات. هلا عرفتوا تتذكروا العادات؟ إيه هلا عرفنا نتذكرهم. شو رأيك ما تضلي فوق راسنا؟ مو معقول شو قليلة حياة. يلا حطي له ملح بقى، كتري له اياهم لحتى يستطعم. وهي وصلت لهوي. تفضل عمي. يسلموا هاليدين. تفضل. يسلموا ايديك يا عروس. يسلم هاليدين. تسلم ايديكي. تفضل. يسلموا ايديكي. آسية. يسلم ايديكي يا احلى عروس. شيخ عثمان، احكي يا ابني. بصراحة علي مثل أخي، وأنا عندي ثقة كبيرة بهالشاب وبشهامته ورجوليته. شكراً على المجاملة. معطينا سكوتك، الكبارية عم يحكوا عنك. إيه ومين هالكبارية بقى؟ أستغفر الله، نحن من بعدك أخي. ما يهمك ما يهمك، كمل عم بمزح. إيه شيخ عثمان، أكيد أسماء حكت لك نحن ليش مجتمعين. إيه حكت لي شوي. لكان تمام، معناها إذا ما في مانع بدنا نطلب إيد هالصبية لهذا الشاب علي وعلى سنة الله ورسوله.
ولك انت شلون فتت لجوا؟ خلي عيونك هن اللي يحكوا وبلا كذب. اذا شافوك الحراس واقف هون رح يقتلوك مراد. يلا روح. بالاول قول لي الحقيقه وقتها رح امشي. ولك قلتها ما سمعتها؟ ماني مصدقك. اذا بعيده بتصدقني وقتها؟ وانا شو بيعرفني؟ قولي بالاول. اذا ما رحت هلا والله بيقتلوك. قوليها لحتى امشي. يلا قوليها. امشي. الله يوفقك. انت شو رايك يا بنتي؟ انا موافقه على كل شيء انت بتقوله عمي. بالنسبه لي الشيء المناسب اني اسمع موافقتك، بالاول انت وبعدين انا. مستحية. ايه شو لازم نقول؟ حنقلكن الف مبروك والله يتمم على خير. امين امين امين. قوم سلم على الشيخ. الله يتمم على خير. الله يخلي لي اياك عمي. الله يسلمك. شكرا كثير. تتهني. شوف التمام على يا حلوه. مبروك يا عريس. الله يعافيك. استحي الله العفو منك وان شاء الله الف مبروك. حبيبة قلبي الف مبروك. كثير فرحت لك. الف مبروك. الله يتمم لكم التمام على خير ان شاء الله. امين. اسمع اذا بيحسوا عليك رجال فيدات والله بيقتلوك. هالمره صدقني انا ما عم امزح معك ابدا. لازار خانو نجيب لك العشاء على الغرفه؟ لا شكرا بدي نام. مثل ما بدك يا خانو. اوف وين السلم اللي طلعت عليه لعندي؟ ابصر وينه؟ شكله في حدا شاله. معناتها أنا مضطرنة. وقف هلأ بيتكسر ورجليك بلا جنان. واضح إنك خايفة علي وقع وتكسر. مو عظمة إذا بيتكسر وعظامك ما بيهمني. هلأ شو رح نعمل؟ شو بيعرفني أنا؟ ليش أنت إمتى عرفت شي؟ روقي في شغلة بعرفها. شغلة شو؟ إنك لسه بتحبيني نظر. روح. الله رح يوفقكن لأنه بتحبوا بعض ورح تتزوجوا وتعملوا عيلة بالحلال. شو هو الزواج؟ الزواج مانو مجرد إنه نعيشوا الرجال والمرأة تحت سقف واحد. الزواج إنه تضلوا متمسكين ببعض طول العمر وبأصعب اللحظات اللي بتمر. يا ابني أنت قلبك رح يصير ملك لهالبنت، حتى أنت كمان يا بنتي رح يصير قلبك ملكه. أهم شغلة بالحياة تسمعوا بعض وتحترموا بعض. المحبة بدها احترام وتفاهم، وما بتمشي الحياة بلا محبة. وبدي إياكم تكونوا صبورين وصادقين. الكذب ما في شيء أبشع منه. فهمتوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. الله يتمم هالزواج على خير. ألف مبروك. هات. الله يرضى عليك ويوفقك يا بنتي. توفي. إن شاء الله ألف مبروك يا روحي.
السلامة. اوعك ترجع تجي لهون، بترجاك لبقى تعيدها. نزار خلصنا حاجة جنان. طولي بالك. وهي طولت بالي. ها استني ثانية، بس ثانية واحدة. خدي هاد. شو هاد؟ حجر. ايه يعني شو بدي ساوي فيه؟ خليه ذكرى. يا صاحبي يخلي لي اياك. الله يتمم لك على خير يا شريك. الله يسمع منك. الله يتمم لك على خير حبيبتي. يخلي لي اياكي. براك عندي بالبيت حكيتها من شوي، كانوا حيروحوا بس مراد ما سمح لهم. مو ناقصهم شي، فلا تشغلوا بالكم ابدا. حبيبتي اسماء بشكرك من كل قلبي على كل شي. انا يلي لازم اتشكرك على كل شيء. تصبحوا على خير. الله معك عمي. مع السلامة. تصبحوا على خير يا بنات. وانت بخير بابا عثمان. وانتو من أهله. مع السلامة. يعني بين المزح والجد جوزت رفيقك لحتى يعرف قديش أنا عم عاني. شو قصدك؟ ليش أنا بشو مقصرة معك طاهر؟ لا تخليني فضفت كل شي بقلبي. تعي عمول تعي. ما رح مرق لك ياها بهالبساطة. مصطفى؟ نعم. ليش هيك عم ترد؟ وين كلمة روحي وحبيبتي؟ بس لأنه كبران بطني ما؟ بالعكس، أنت روحي وحبيبتي. أنا حاسة إنك مو منيح مصطفى. أبصر شو صاير معك، الله يحميك.
أهلين أسماء. آسفة إذا فيقتك بكير. ما يهمك حبيبتي، كنت فايقة. أبوها لجيلان جاي، رح يكون بمكتبي بعد ساعة. ماشي لكان، رح نجي ما رح نتأخر. طاهر، طاهر، طاهر. أبوها لجيلان رح يجي. ييت لهلأ ما بيعرف. صحيح، ليش الباشا امبارح ما اجى زارنا؟ يلا روحي فيقيه خليه يقوم لنفهموا القصة. وهي 25 ضرب بيطلعوا كلهم. يعطيك العافية جولتي كين، كيفك؟ أوه أهلا وسهلا نزار، نورتي المحل بوجودك والله. لحظة، بتقدر تحط لي هالحجر بقلب خاتم؟ ورجيني يالا شوف. لك هذا الحجر فالصو، لا تكوني مفكرتيه حجر كريم مثلا. ايه صح، اللي عطاك اياه ضحك عليكي، ملاقيه على الارض وجايب لك اياه. هلا المهم انت فيك تساوي لي اياه ولا لا؟ ايه بس بالاول بدي زغره، خليني فوت نطفه دقيقه وبرجع لك. تفضلي ارتاحي. حبيبي في قصة لازم نتناقش فيها مع بعض. أي قصة؟ تتذكر الوحش البحري؟ إيه، رجع وكذب علينا. طيب بشو؟ مو كان قايلنا إنه جيلان أختك؟ ملا طلع كمان عم يكذب علينا. لا، جيلان أختي، هالحكي مو صح. أمي ييت، ليك أحياناً في ناس منحبهم مثل إخواتنا، مثلاً رفيقي علي بحبه مثل أخي وأكتر. إيه بس أنا وياه مالنا أخوة عن جد. حبيبي يا عمري، أنت بتحبها لجيلان مو؟ نحنا كلنا منحبها هون ومنعتبرها كأنها أختك، بس أبوها الحقيقي لجيلان إجا ورح نشوفه بمكتب خالي أسماء. ورح ياخد جيلان معه؟ بس هيك رح اشتاق لها كتير. طيب حبيبي، ما بتتذكر لما اصطدت هديك السمكة؟ قلي ليش رجعتها؟ مشان ترجع لعند عيلتها، وجيلان كمان محتاجة لعيلتها. بس هي مو سمكة، هي جيلان. ييت حبيبي وقف، بترجاك تعال عندي يا عمري. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.